سعد لي أوقاتكم جميعاً. معكم صديق بيطار، واليوم رح نقول كلياتنا مع بعض هابي بيرثداي للبيتكوين، لأنه هيدا اليوم نشرت رسالة البحث تاعيت ساتوشي ناكاموتو عن البيتكوين. فنحن ترجمنا الرسالة ورح أقرأ لكم الملخص أو سموه الأبستراكت بكل ريسيرش بتنزل أو بكل بحث أو بكل ثيسيس بتنزل شيء اسمه أبستراكت يكون ملخص لك. فلح أراكم شو ملخص لرسالة البيتكوين أو لرسالة البحث تاعت البيتكوين. لح أراكمها بالعربي طبعا من ساتوشي ناكاموتو. بيقول بيتكوين هي peer to peer electronic cash system، نظام نقد إلكتروني قائم على النظير للنظير أو الند للند. سيسمح وجود إصدار من النظير للنظير مكون من العملات الرقمية بإرسال مدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور بمؤسسة مالية، حيث تقدم التوقيعات الرقمية جزءا من الحل، ولكنها تعرض الفوائد الرئيسية للفقدان إذا كانت لا تزال هناك حاجة لطرف ثالث موثوق به لمنع الإنفاق المضاعف اللي اسمه double spending. تمام؟ فهي الفكرة الأساسية هي إجت لتحل هذه المشكلة اللي هي double spending، إنفاق مضاعف. نحن نقترح حلا لمشكلة الإنفاق المضاعف باستخدام شبكة النظير للنظير أو الند للند، حيث تقوم الشبكة بتسجيل الطابع الزمني للتحويلات عن طريق دمجها في سلسلة مستمرة من أنظمة إثبات العمل اللي هي proof of work القائمة على الهاش، اللي هو طريقة الهاشينج، يعني هي طريقة التشفير. فيتم تكوين سجل لا يمكن تغييره دون إعادة تشغيل نظام إثبات العمل منذ البداية. تمام؟ لا تقتصر الفائدة من السلسلة الأطول على إثبات تسلسل الأحداث التي شهدتها فحسب، بل إنها تقدم دليلاً على أنها جاءت من أكبر كمية من الطاقة من وحدات المعالجة المركزية. تمام؟ يعني فعلياً دائماً بالبيتكوين تأخذ السلسلة الأطول. تمام؟ اللي هي لأن البلوك تشين هي عبارة عن سلسلة من الكتل، دائماً بيأخذ السلسلة الأطول اللي هي بتكون إجت من أكبر عدد من المنقبين. أوكي؟ وطالما يتم التحكم في غالبية طاقة وحدة المعالجة المركزية من خلال العقد التي لا تتعاون في مهاجمة الشبكة، فتكون سلسلة أسرع لتتفوق بها على المهاجمين، وهذا السبب الأساسي اللي هلأ متم اختراق البيتكوين. تمام؟ وهي هي الفكرة. تتطلب الشبكة ذاتها الحد الأدنى من الهيكل التنظيمي، حيث يتم بث الرسائل على أساس ما يسمى بالجهد الأكبر best effort basis، ويمكن العقد أن تغادر الشبكة وتعيد الانضمام إليها حسب الرغبة مع قبول أطول سلسلة لنظام إثبات العمل كدليل على ما حدث أثناء غيابها. تمام؟ إذن هيدا كان الأبستراكت أو الموجز الملخص تبع رسالة بحث البيتكوين. اللي بده إياها ممكن ننشره، مترجم اللي بيحب يراها بالعربي. كثير 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 رسالة مهمة، وكثير يعني هي بلشت كل هيدي الرحلة اللي شايفين قدامهم، كل هالإنجازات اللي شايفينها اللي عملتها البيتكوين من 10 سنين، هيدي الرسالة هي كانت بداية انطلاقتها. تمام؟ بس هيك حبينا نقول هابي بيرثداي لعمو ساتوشي اللي ما بنعرف مين هو، وشوفكم فيديو تاني. سلام.